مرحبا لهواة التزلج، التزحلق، السباحة وصعود الجبال وغيرها من الألعاب الخطرة. اخترنا لكم تطبيق توكن. التطبيق عبارة عن منبه يرسل رسالة نصية إلى أصدقائكم أو أي شخص محدد في حال عدم عودتكم من تلك الرحلة في الوقت المحدد، وحتى إذا كان هاتفكم مغلقاً أو حتى فارغ من الشحن. التطبيق يعمل حالياً بنظام iOS. استخدام التطبيق سهل للغاية. بداية أتمم عملية التسجيل أو الدخول إلى مكان معين والمعروفة بتشيك إن، واشرح العمل أو الرياضة التي تقوم بها، واختر الشخص الذي تريد إرسال التنبيه إليه. عليك بعدها تحديد الوقت الذي ستنتهي مهمتك عنده وتعود إلى منزلك. في حال عدم العودة في الوقت المحدد، يرسل التطبيق التنبيه أو رسالة النصية للشخص الذي اخترته، وتحتوي على معلومات عن الرياضة التي تقوم بها وموقعك الجغرافي وأنك تحتاج إلى مساعدة. الأسبوع المقبل تطبيق جديد من فورتك.